هل سيد خسي هل هناك مفاوضات أخرى للاعبين عالميين مع أندية سعودية في الوقت الراهن لديكم في إسبانيا؟ أنا الذي أقوله اللاعب القادم هو سيرخيو راموس الذي لوكا مودريتش كذلك، لكن لوكا مودريتش يلعب سنة ويجدد سنة مع ريال مدريد، سنرى نهاية الموسم، لكن أكيد، لكن أنا نقول أن قدوم رونالدو إلى الدوري السعودي سيجعل لاعبين كبار يأتون، يعني نتكلم على راموس، نتكلم ونعرف أن ما يوجد في نادي النصر أوسبينا لاعبين كبار كانوا يلعبون في دوريات أوروبية كبيرة وهم يلعبون كذلك مع منتخبات عالمية، ولا أنا راموس سيكون القادم بإذن الله. هل تعلم من الأندية التي تفاوض حاليا مثل راموس؟ من النادي الذي يفاوض راموس من الأندية السعودية؟ النصر الذي هو الذي يتفاوض مع راموس للموسم المقبل، هو الموسم هو لديه موسم، هذا الموسم الأخير مع باريس وراموس، وأظن أن سيكون هناك لاعبين آخرين وسيأتي اللاعبون آخرين كبار إلى الدوري السعودي، هذا أكيد، وهم مهتمون باللعب الدوري السعودي. سمعنا كثير سيد خسيه عن 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 ميسي، ونعلم الصحافة الإسبانية كم هي مهتمة في كل أخبار ميسي وكل العالم كذلك، ولكن بالتركيز بعدد السنوات اللي قضاها ميسي لديكم في إسبانيا، ميسي سيجدد مع باريس هذا العام والعام المقبل سينتقل إلى نادي آخر، هل حدد الوجهة؟ سيجدد لموسم آخر 2024. هو يظن، هو أرى أنه سيلوجه تاع الولايات المتحدة الأمريكية. أظن أن الوجهة قطر أو السعودية ليست وجهة ميسي، هو يريد الذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية. يمكن لما لا يمكن مشاهدة المواجهة ميسي رونالدو مرة أخرى في الدوري السعودي، أتمنى ذلك، لكن يمكن أن تكون هناك تقارب في هذا الموضوع لعودة ميسي لمواجهة رونالدو بالدوري السعودي.